يعني بصراحة. هو في الليلة خد من رأس أمي، بالك، ولما خد من رأس أمي بدأ الصراع، بالك. فأنا مسكته قلت له عايز من رأس أمي. ده كلام فارغ، ده راجل نجاح للنادي الزمالك هتصارع. يعني هل أنا هسيب المحاماة وأشتغل مدير فني عشان يبقى في صراع؟ هل هو عايز يبقى محامي؟ ما فيش صراع على إيه؟ ده راجل بيأدي عمله ومعاه جهاز فني وإداري وطبي، ومعاه كابتن إسماعيل يوسف طبعا مشكور على الجهد الكبير اللي بيعمله، ومعاهم طبعا أعداء وأيمن طاهر ومحمد الأنور، خايف أنسى حد يعني، والاثنين اللي أنا بنسى أسمائهم الأجانب معاه. نانو بيدرو، نانو بيدرو، نونو وبيدرو، معنا نونو أهو وبيدرو، بيدرو بيدرو بيدرو، خلاص ما بيشوفوني أمام الراجل ده، مش هتخش إلا مرتين ثلاثة، هنتصارع ليه؟ هو شايف شغله وأنا شايف شغله. أنا رئيس مؤسسة وهو راجل مدير مؤسسة كرة القدم في نادي الزمالك.